إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، آمين يا رب العالمين. إخوتي في الله، ما زلنا نتحدث عن الأسرة، وكما رأيتم توقفنا في الجمعات الماضيات عند بعض حقوق النساء وسبل علاج العنف ضد المرأة خاصة الزوجة، فنواصل إن شاء الله تعالى، ولكن اليوم سنتحدث عن الطرف الآخر في الأسرة، وهو حقوق أو بعض حقوق الزوج. نعم أخوتي في الله، فقد سبق وأن تحدثنا عن بعض حقوق المرأة، منها الإنفاق عليها واجب داري زغيل في قنقم النص، منها معاملتها بالمعروف كما أوصى بذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وعاشروهن بالمعروف كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا الهدي النبوي حفظ دين المرأة، أسنسر من الدين اسمه الواسين ما ننسن شيء بتاع الزيس، الغيرة عليها إنسان مثل ما يسلم ماذا الدين يغمغها النسقة، وإن من باب الغيرة عليها لا يسمح لزوجته أو لابنته أو غير ذلك الخروج متبرجة عارية مائلة يعني زي الصفة يشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار والعياذ بالله، أنها ثمغات فرزيس ديادات ومسلم وغير ذلك من الأمور. ربما سيأتي المناسبة ستأتي للحديث عن هذه الحقوق بتفصيل أكثر. إخوتي في الله، فقد تبين أن أساس الخلاف بين بعض الأزواج وزوجاتهم راجع إلى مجرد سوء فهم وتقدير لهذه الحقوق. ما لو نفهم الحقوق وأن المذبوط دينه أتى في الدين دائما المشاكل بين الأزواج، بل سبب المشاكل مش ناقش الجمعة السابقة، أن السبب المشاكل جاء الأزواج، سبب تدمير الأسرة سببه واحد وهو البعد عن الدين. الدين غاب، الدين تعرف الذي على سنة الله ورسوله، أما الواقع فتحضر سنة إبليس وأعوانه أكثر من سنة الله ورسوله، لأن رب العالمين ذن غير خرقا يقنغ المنهاج عما سنشقى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما سنتلف عما سنشقى مرن ظفار المنهاج النبوي. لذا إخوتي بالله، وصى الشرع الحكيم الزوج بأن يحسن قيادة أسرته ويقوم عليها بشرع الله رب العالمين، يمارس الزوج ديك الحقوق ميتوالنا باش اللي صار الشرع ناربي. ولهذا نستحضر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا اتاكم من ترضون دينه ونلي جدي اللي غير شغله. ولهذا الكلام من اخوتي بالله موجه لاهل الدين، اني مرشن على سنه الله ورسوله حقيقه قولا وفعلا، وليس على سنه الافلام والمسلسلات. نعم اخوتي في الله، او ما يسمى بالمواثيق الدوليه او غير ذلك من الامور. اخوتي في الله، فإن الزوجة كذلك لها نصيب وفير في تحمل ضبط التوازن وتحمل مسؤولية الأسرة وضبط توازنها وحفظها من عواصف الخلافات. قال الطام غاث يماري طاربي واجبوا طام غاث قال شي واخزا مني نابي غيالي يزن اذا نغقنت نشري المغاري. قال اش مختي المؤمنة
يمارش مع ربي من غير كذي وعري زنب. نعم. ولذلك كانت مطالبة بدورها بمجموعة من الحقوق اتجاه زوجها. قال ذا يزنسي التاسس الحقوق عليها إن كانت تريد الله والدار الآخرة أن تمتثل لها أو أن تمتثلها. قال إن الحقوق ما رخص الرضا ناربي للدنيا سعادة للدنيا الرضا ناربي العالمين للجنة للآخرة لا بد أن تستجب أتمتثل أتعامر أتق أتمثل أتستجب الأوامر رب العالمين ذي الهدي النبوي في حقوق زوجها. حتى قيل بأن البيوت لا تؤسس على الأرض بل تؤسس على المرأة. إننا الحكماء قفت داف وجثني ابن الخموخ يعني بناء العادي وإنما البيت بيت الزوجية الأسرة السعيدة تني ابنك وعران تمغاث فمغاث هي الأساس إخوتي بالله. نعم يحق لها أن تفتخر أنها ربة بيت بل هي ربة الأمة كمر إخوتي بالله. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تاربت يداك يا أيها الشاب تخصد أتعب حذي الدنيا الأخيرة مقصد مشد آزو خصني لجا الدين لأنه ثني وضج دي عشان حقوق النش. كما أن الله سبحانه وتعالى والإسلام أمرنا بتزويج بناتنا لصاحب الدين والخلق فكذلك أمرنا أن نختار لأبنائنا وأن يختار العزاب والمتزوج الذين يقبلون على الزواج أن يختاروا ذات الدين. نعم إخوتي في الله. ولذلك كانت مطالبة بدورها بمجموعة من الحقوق اتجاه زوجها. نعم عليها أن تمتثل بها أو أن تمتثلها. وقال ابن زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم. في قارش مش يمر ربي أن تقر بالعالمين مش من رجال في مغارين فكذلك في مغارين يمر ربي أن تقن طاب بالعالمين دي قوار يزنسنت. نعم اليوم إن شاء الله تعالى سنقتصر على حق واحد وهو حق الطاعة. نعم إخوتي في الله حق الطاعة في المعروف بطبيعة الحال. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليهن أي يجب أن يعني هم الذين يسيرون الأسرة والمرأة يجب أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته وطاعته بطبيعة الحال أن تكون محسنة إلى أهله وحافظة لماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. ثم تلا هذه الآية الرجال قوامون على النساء. رمخية أنتم غارين تغنزر هذه الجمعة الماضية أو جمعة حتى نقبر رمخية أن ياري يزرمين يعني رمخية أن نغتيرينك مغارين سن خيركم خيركم لأهله. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرية ذي النساء إن نغمت عنها ثم غادي جن لم ليحن تمغاري المارة التي تصره إذا نظر مريخ زاغاس أتصفح أذا استعجب في هندامها في نظافتها في كلامها في صفوق غير حشتي سبحان تغير حشتي سبحان قبل وايز النس تغير حشتي غير حشتي ذي تعجبني وايز النس. نعم وذلك في طاعة الله إذا كان هذا الزوج في طاعة الله نقبل ونكرر نحن نتحدث عن الأزواج المؤمنين واجي شن الجنة ذي شن منحرف يتعجب السوكي صغي كيف أتدت كيف لا قيا يزينوا إني مني لا إخوتي في الله نستور الدين نستور أهل الدين. نعم أهل الهدي النبوي اللهم اجعلنا وإياكم من التابعين للهدي النبوي في جميع أمور حياتنا اللهم آمين يا رب العالمين.
ولم يجعل الإسلام على المرأة حقا بعد حق الله تعالى أعظم من حق زوجها عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، بل إن حق الله تعالى عليها متوقف على أدائها حق زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، الرسول صلى الله عليه وسلم يتججى، والذي نفس محمد بيده، الصادق المصدوق يتججى، وخميني يتججى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيحلفش غير هكاك، لأن الأمر يكون أمر جلل، أمر عظيم. ما هذا الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والحديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتججى، إن شيخها بغاتي ما تأدى حقنا ربي ما لو أدي الحق مواري يزنس. نعم، فالجنة موكولة إلى طاعة زوجها. نعم، متوقفة على القيام بخدمته وحسن معاشرته وجميل الصبر عليه والعمل على إسعاده وإشاعة السرور في بيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذوز دغاشيش انت مغاث تطلب حاجة، جات عند واحد المرأة بغت واحد الحاجة فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألها: أذات زوج أنت؟ إن اسمها مشان وعريز. قالت: نعم. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت له؟ ما مش كيستجيتش. قالت: ما آله إلا ما عجزت عنه. في الناس واغس وطع الصغي الذي من موازمة، يعني الطاعة المطلقة لزوجها. الناس إلا بعداش نحس هذا الزمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. إنسي وخزار الشم ما مش كيس جيد ما يعضى خام ما كذا، قد وني الجنة النم ذو وني جهنم النم والعياذ بالله. يعني أنه طاعة الزوج في طاعة الله بطبيعة الحال هو نيل السبب زي غادي تفهم فمسرنت الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها يا رب العالمين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج من حلاوة الإيمان التي لن تذوقها إلا بأن تتقيد أن تتعبد الله تعالى بهذه الطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. وتحسي سيجنا الراح قدمان نسقر النس إلا ما لا تأدى الحق مواري يزنس. ولهذا قال أحد الحكماء: جاءته امرأة فقالت: إني أحس بضيق قنط قنظر نسق يزن قنط دم قرن إن سراجع العلاقة النمقوارية زنم الناس وش قاش قنضوش بقالة إن سني غام روح راجع العلاقة النمقوارية زنم وش خميم بيصير قنضاني خميم معاني ما رقش ما كيس مليح قدوني انت ما روح كيس تجيب مليح روح عدد العلاقة قوارية زنم ذوني الدواء نقنض النم إلين إجان. إخوتي في الله، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة مكنوفة بعبادة الصبر والصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعي يا أختي في الله، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، حديث عظيم إخوتي في الله. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال اشتم غات تمسلم، ماذا غادي تمسلم؟ يعني تؤدي أركان الإسلام. إذا صلت المرأة خمسها وقيام الليل ما ذكرش قيام الليل، والنوافل ما ذكرش النوافل، وصلاة الضحى وسنن رواتب لا 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 لا، خمسها خمسة: الصبح ذي الدهاء ذي العصا ذي المغاب ذي العشاء زوجي زيد إيه النوافل ذي الصيام لا واندي الكعشيني رغم عظم أجرها وصامت شهرها
ظم شهنار دان نصبح حلس زيد وحسنت فرجها حظى الفرج النسب الوقوع في الفواحش زيد وأطاعت زوجها شوف يا إخوتي بالله شوف من يدي وسط عدم الزوج شوف من يدي يا إخوتي بالله تسدواني الأركان الإسلام وحسن الفرج وأطاعت زوجها إيوة ما جزاء هذه المرأة اللي دارت كاع هذا الشيء كاع ما ذكرش الصدقة كاع ما ذكرش النوافل وما ذكرش الحج ما ذكر قيل لها يوم القيامة اللهم اجعل نسائنا من هاتهن التي يقال لهن ادخلي الجنة من أي أبواب شئت ثمانية الأبواب اختاري الباب اللي بغيتي تدخلي منها الله أكبر كم هي جنتك سهلة نيتها الأخت المؤمنة الطائعة لله الطائعة لزوجها فيما يرضي الله وليس الطائعة للقوانين المدمرة للأسرة نعم أول اثنين زيارة كيس نعم إخوتي في الله ألا يكفي أن الصيام وما أدراك ما الصيام صوم يوم واحد في سبيل الله يبعد صاحبه على النار 70 سنة صوم يوم واحد فما بالك بمن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وغير ذلك إيوا إقارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقارة الأخت المؤمنة وتزم ملايا يزم يحضر التشوار التشوار حق الزوج أولى قبل باش نسمي على الميثاق الغليظ اللي يخلي من تحت وقع العدول قاجبو توقع التيراد اللي تزم دراجة تقارب الغراب بيه إقارة ما رب العالمين سقطيا يزم ما تزم ذني غلا ملايين ما تزم شو تزم شا نحن خذي في الله أتزم يا رب العالمين راجع أخي نصور راجع نصور في رمضان بطبيعة الحال قال صور أخي وذان إيم سلمان نعم إذن الدرجة يقع يجل حق الزوج إيش خواص سين قطن غارين غواص سين أنت هو السبب زيغان المصائب في الدنيا ذي البيوت نعم بيوتنا أصبحت جحيما لسوء فهم ديننا نعم دين يسهر يسهر والله والمؤمن يسهر انك تعزيز يخسدس نفهموها نعم اخصص ديسنا عتزولا أنا من حق الإيمان وهو أن نسعى إلى تطبيقه وأثر عن عائشة رضي الله عنها أثر عن عائشة رضي الله عنها يعني إيش الخبر مأثور عائشة إيش العمل تغتقيث أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن بمسح الغبار على قدم زوجها بخد وجهها معليك الناس معليك السننت الحق مواري يا زوج تخاكنت إذا قد مسح انت غنبوم إذا تعجشت في راسك ظان إذا قد مسح انت غنبوم شنت الله أكبر الدرجة يقع نعم الدرجة يقع إذا ويتاتير إذا تشبيه عما سدين نغضا غيامار غيامار ثم غادا سيمير إسيدا هاكوس نغايا سنم نغا مسح زيسان بومن عما ولكن ويتاتير تشبيه أخوتي في الله باش تستنتم غاد المؤمنة من تلحق إغاس غوايا سنسخاس إخوتي في الله جاء معاذ من الشام رضي الله عنه جاء من الشام فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل ها يخصر يرفع ذي المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتازم يعني الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروح على الشام يعقد فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارك عاس الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ مين تلقذ مين تلقذ الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس زريغ ذي الشام الروم يسجدون لأساقفتهم وأبا طارقتهم الناس وفي غتن سجدن الرهبان سن الأساقفة سن ها
شون شغل شي لسقارس التربانسن يعني العلماء الدينسن الأسقف والبطريقين درجات للدين المسيحي الكنيسة ليس درجات متحدة إن زرق سجد الناس إن زرق أنت حق يا رسول الله إني من علني إني أهل الباطل وها إن زرق شكيت جاك شكيت جد زاد جد لا شكيت جد إن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إن سقم عليك إذا ما عشان يجن يسجد يحد من غير الله سبحانه وتعالى إذا قيوم أعظم غاتة تسجد إيوان يزن سأقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ودعوه استجب لكم إنه الغفور الرحيم وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوتي بالله، من النصوص المرعبة التي يجب أن تتعلمها الأخت المؤمنة ويجب علينا نحن أن نعلمها لبناتنا ونسائنا وأخواتنا بغدا حتى أتمرش ما قم يختن قصة وجبسني زياري نهار الأول يموت المش زيد زياري في المحامي باطل يخصني يفهم غام ما نسكت مغاثة ما يتنسك ما نسكت حلبة المصارعان نسكتها تحت الملاكمان أقل سكتة تحت عيش أتحت قذات داه النسر التات لأن المرأة فين كتعيش بزاف كتعيش بزاف دار زوجها ماشي في دار أبيها دار أبيها شحال قاع 17 18 20 22 25 سنة أنت تمرش ولكن أرتم مثل هذا الدعم وعيد النسر مش هل قد تسعون لحياة النسر يخصى أنشينا نابي السيث نخش غير إخوتي في الله باش وقت تصدي من شاه علينا أن نعمل بجهد أكبر لأن قغام الإعلام المدمر نعم مسلسلات كلها تطعن في القيم الإسلامية ما كان غير ويشهد الدين نعم إعلام إعلاميات وإعلاميون ذكور وإلال ما كان غطع في الدين ما يسمى بالمواثيق الدولية وقت ما يغطوه المواثيق الدولية أقي عريزن متشنك يا عريزن تم غاري متشنك المغاري لأن المواثيق الدولية لأن حقوق الإنسان نعم الدين الإسلامي نحن مسلمون ونفتخر نعم ديننا الإسلام ونفتخر نعم معلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ونفتخر بذلك نعم إذن هذه المرأة المسلمة شوفي الحديث من يوذن يعني تشبيه النونج تشبيه حسي بكيش نحس نعم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا لتقتنع المرأة بضرورة الاهتمام بهذا الخلق العظيم اتجاه زوجها فقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شرف الله قدركم إخوتي في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامغاث التاسس وارياز مرا الانسان قد الدنيا ابتلي بقرحه ليس تحبوش وشد الاسحاس تسير شرف الله وقدركم قامت الاسلام اليوم راه شغله باش تسنوا هذا الغاز مسرن شد الاسحاس تسير والله ان شرف الله عشان ما تقدر حق النفس ما تقدرش حق النفس يقيم سعاد نعم نعم اخوتي في الله فكان عصيان الزوج معصيه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى حتى أغلظ السلف في بيان خطورته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا إن اشتريتها صلاة وخد زجا خمس إشقار الدين خصت نفهم نعم صلي خمسة هذا وننت نعم ربما كتزيد السنن والنوافل جميل جدا وتجدها مع زوجها يعني عدوين في المنزل نعم تنغص عليه المعيشة من دي تغينفع شغلني وتنفع قوله نعم إخوتي بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال ثلاثة وتقعد بصلا صن إش باسن جوز جيمسن يعني الشديد ربي الزيسن ديني من زيسن الشاهد عندنا وامرأة باتت وزوجها عليها ساخت فامرأة يتكخس يضص
انت تسلي لي الزوج النسق في سخط خاص وهذا سجيه يا الري فيما يرضي الله دائما بطبيعة الحال وفيما تستطيع بطبيعة الحال. إذن ما لن تسلي الله تفرط ليس قد تسلي للزجة دنيا تتزجة. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب القول العلماء النظنين كذا أسني ربما وافهي من شاء يقارش صلى نسوة تقعي الغرار بالعالمين سبحانه وتعالى إذن الشغل يقساح إخوتي في الله والله إلا يقسح. نعم. وقال عمرو بن الحارث بن المصطلق كان يقال أشد الناس عذابا اثنان. أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنين من تعنى يجتن امرأة تعصي زوجها ثمغة تحس كونتري وايزنس انت ذي نومي السن إلا السن أتخيق. نعم يعني الحاجة تتفذو العياذ بالله أتفذو وخد خسد ثق مرينا سوايز نستك استغنت خاص. نعم أتسوق قزني كذا الله أعلم من غاس كذا. فيا إخوتي بالله يجب أن نوصي بناتنا ونوصي نساءنا ونعلمهن ما رقين تغانق عبتم زيانين ما لا مرشنت أن يتقين الله في الأزواج. نعم والسنن تمغاق من تغسكن غاس الدار أتسكن تحمل المظلم يعني غاس زوج النس أتري الوصية وصية خير وصية بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قالت امرأة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. أصلحك الله عفاك الله. نه نسوا خمين سوى القائل يزنب أخمين سوى كشل الأمير كشل الملك كشل الحاكم أسيدي من دين أسيدي أش الجارب بارك الله فيك. نه الأدب ما قرار غير بيوت نغني غلا نه نه القارس ميزن غدي تكر همه ما نجي الاداب الاسلاميه داخل البيوت. نه تقنع اسلي من دماء وخاص صفاري هو غنبوب ربدا فبحش وخيل قسش نحاش تصبار خاس. نعم حتى ان كان مخطئا وكلنا خطاء ولكن اخص السنة مش غاتق الدار اتبدل في ساعتي لسن قرشين ثم تعود وكأن شيئا لم يكن. اخوتي في الله الوصية التي نوصي بها بناتنا إما تكون سببا لبناء البيت على أسس متينة. ها حال هذيك المرة اللي كتقول يا بنتي قالك غادي ديال واحد الرجل ما عارفاتوش ماشي واحد الرجل كنت كتعارفيه قبل منه سنوات قبل الزواج لحق باش نتعارفوا لا لا ما كاين ما تعارف. ها قالك غادي ديال واحد البيت ماشي البيت ديالك اللي تربيتي فيها قالك غادي ديال واحد العالم آخر فكوني له أما تليكن لك عبدا. الناس اللي يشمج كيسمغ النس اللي يريد تا يسمغ النم هكذا. نعم كذلك يعني هم غافل خصت بنا كذا يجيس هذا سبنا رعوش على أسس المتينة. أما الأخرى التي ها تحذر ابنتها من الزوج وكأنها ها ذاهبة إلى الحرب ها إلى النزال الحرب فهي تدير قد قرس يجيس خمي غير فار مع الزوجية فار ما كيس الطلاق قوالي ميت كدشا وشا تغطاق حدوة حتى أصبح والعياذ بالله أصبح الطلاق عند موضة ذو ثم غاف ميت رواح الجقة واطلق خمي واحد جيبه مليح. نعم ما غالي إنه أمني إذا سنو من التلفزيون أمني إذا سنو من ذي ما يسمى بالمواثيق العالمية وغير ذلك قاش ما ثم غاف قد عيش الحياة النم أقرش مقدرة بلا الزوج من يعني قعواري يزا إحن جانوها ممكن أن توزي الحرام من يصنظني إذن قواغا من غير قفزي الزواج والعياذ بالله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أزواجنا كما أصلحت زوج زكريا. اللهم هيئ لبناتنا لشبابنا زوجات صالحات ولشاباتنا أزواج صالحين. اللهم نق بيوتنا من فتن الانحلال الخلقي واجعل الهدي النبوي دستور بيوتنا وأسرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له الفضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر المجاهدين حيثما وجدوا. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وآوي نازحيهم. اللهم فرج همهم فقد طالت محنتهم يا رب العالمين.
اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم شتت عدوهم وعدوك يا رب العالمين. والدين من مات منهم اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واجعله جوار نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن بقي على قيد الحياة فاجعل ما تبقى من عمره في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ملك البلاد أمير المؤمنين اللهم وفقه الخير وعينه عليه، اللهم هيئ له بتانة صالحة تعينه على مصالح البلاد والعباد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وعاف مبتلانا وفرج همومنا واقض ديوننا وحاجاتنا، ويسر العودة لمسافرين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اجل أخي ميمون مقبل الآن على عملية جراحية في يده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه العملية وأن يعجل بشفائه يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين أينما وجدوا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.